زي ما قلت النهارده يوم 8 في الشهر، والشهر لسه طويل، وخصوصا ان ديسمبر 31 يوم، وطبعا كلنا خارجين من العيد مخلصين اللي ورانا واللي قدامنا. هنكمل الشهر ازاي؟ ده اللي هنحاول نعرفه من خلال لقائنا مع الخبيره الاقتصاديه دكتوره رانيا المريا. دكتوره رانيا اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا يا شيخ. خلينا نقول رانيا بقى على طول. مع حفظ الالقاب كده، قولي لي انت شخصيا بعد العيد عامله ازاي؟ بصي، هو بعد العيد قبل العيد لو الواحد عامل الميزانية زي اللي احنا هنتكلم عليها، زي نعمل ميزانية زي اي شركة او اي دولة بيعملوا ميزانية للدولة، والشركة بتعمل ميزانية للشركة، برضو البيوت تعمل ميزانية للبيت. يعني الموضوع مش ان احنا بنشتري احتياجاتنا ونجيب اللي احنا عايزينه وبعدين في الاخر نيجي نلاقي ان احنا لا، ده اللي معانا خلص. لا، هو من البداية يعني الواحد ما يبصش على الاحتياجات، الواحد يبص على المال. يعني ايه ميزانية؟ يعني بنعمل توازن ما بين حاجتين. ايه الحاجتين دي؟ الموارد، الدخل بتاعنا، ومصروفاتنا. يعني انا معايا كام واقدر اشتري بيه ايه؟ بالظبط. يعني مش انا محتاجة ايه فانزل اشتريه بالفلوس اللي معايا، لا، بشوف انا معايا كام بالظبط. يعني انا اخلي مواردي المالية هي اللي تتحكم في حياتي، مش احتياجاتي الحياتية ورغباتي هي اللي تتحكم في حالتي المالية. مش انا عايزة فاصرف فلاقي حالتي المالية متدهورة. طب هي خلاص باظت، عارفين انها باظت، لان طبعا احنا خارجين من عيد، وكل سنة وكل حضراتكم طيبين، وكل سنة وانت طيبة. وما بين بقى لبس عيد، وما بين لحمة، وما بين عيدية للاطفال، وما بين والكبار، والفسح واللي حصل، والفسح بالظبط، وسينمات، كل يعني الحاجات اللي احنا عارفينها. فمصاريف 4 ايام عيد او بالوقفه 5 ايام مثلا بتساوي مصاريف شهر كامل. الدنيا باظت بقى، نكمل الشهر ازاي؟ احنا قلنا احنا هنشوف الموارد، الفلوس اللي معانا. احنا معانا شهر، معانا ايام محدده. يعني الخطه او الميزانيه او الوزن اللي احنا هنعملها ممكن تبقى قصيره الاجل، ومتوسطه، وطويله. ممكن تتعمل على اسبوع، ممكن تتعمل باليوم. يعني هو المفهوم ناخده ونبتدي ننفذه في الايام اللي معانا. احنا نشوف احنا فاضل معانا كام، ونبتدي نحط هو ده الموارد بتاعتنا، ونبتدي نشوف بقى احتياجاتنا. احتياجاتنا هي ايه؟ وبعدين الحاجه اللطيفه اللي احنا بنبتدي نقول للناس تعملها، ان مش فرد واحد هو اللي يحط الميزانيه ويقول الاحتياجات، لا، الاسره كلها تشارك في الميزانيه دي، وبتبقى فرصه حتى الاولاد، ده يعني ده ضروري الاسره كلها، وبتبقى فرصه فعلا ان حاجه تجمع الاسره على كونسبت واحد. ومش بيجي بقى حتى الاطفال، يعني انا عايزه اشتري ده وانا عايزه اشتري، من البدايه هو بيشارك وهو عارف. ولما بيبقى عايز حاجة بنبتدي نعمل الحتة بتاعت الرغبات والطموحات بتاعت الأطفال، نقول لهم لا، طب احنا مش هنعملها في الفترة دي، هنحط لها خطة مستقبلية أو خطة شهرية، ونبتدي نوضب معاهم ان احنا نعمل الادخال للرغبات بتاعتهم. فبيبقى في ترابط. احنا طبعا الفترة دي الست بتشتغل والراجل بيشتغل والأطفال مدارس، وكل واحد بيبقى مشغول في حاله أو في حالته. الحاجات البسيطة دي ممكن تقرب ما بين الأسرة بشكل جميل جدا. وفي الحاجات اليومية بقى اللي احنا هنقول عليها، احنا قلنا طبعا احنا هنبتدي نشوف المورد فاضل معانا قد ايه، فاضل معانا قد ايه ان كان فاضل حاجة يعني، ونبتدي نشوف احنا احتياجاتنا ايه. الاحتياجات بتتقسم لثلاث حاجات. في الاحتياجات الأساسية، الحاجات الأساسية هي طبعا معروفة، الأكل والشرب والفواتير، الحاجات الأساسية، كل واحد الكهرباء، كل واحد عارف ايه الحاجات الأساسية اللي هي مش هتسلم الدنيا غير لما يعني ايه تسدديها. دي أول نوع من أنواع الاحتياجات. في بعد كده الرغبات اللي زايدة، في الفسح، في الأطفال عايزين لعب، في بقى الطموحات بقى الكبيرة اللي هي بيبقى فيها شوية من اللكشري أو الرفاهية. طب احنا هنسيبنا من الطموحات دلوقتي خالص، لأن فاحنا أنت بتقولي دلوقتي احنا عايزين نكمل الشهر، فاحنا بنبص على الاحتياجات الأساسية فقط. الاكل بالزبط. اول حاجه، ما كل واحد بقول لك كل واحد بتتراوح بقى ما بين شخص والاخر. كل واحد بيحدد، بتتكتب بنود. يعني اهم حاجه في الميزانيه، شفتي ميزانيه مش مكتوبه في اي شركه؟ ما ينفعش. طب انا هقول لك على حاجه، ايه رايك بقى تسمعي بنفسك راي الناس؟ احنا معانا تقرير عن الحاله الاقتصاديه للمصريين بعد العيد، هنشوف هذا التقرير ونرجع مره ثانيه ونشوف هنكمل الشهر ازاي. اتفضل.